التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها. وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وسط تواصل الاشتباكات العنيفة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واعتبر الرئيس الأمريكي أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة، وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة، إذ إن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة. Security and trust. First, the companies have an obligation to make sure their technology is safe before releasing it to the public. صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يؤمن بإمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط، وأوضح كيربي أن بلاده تدعم الهدن الإنسانية لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة. وقع 60 نائبا من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن على رسالة يحثون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة الولايات المتحدة بشدة التهجير القسري والدائم للفلسطينيين من غزة. وجاء في الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين أن النواب يحثون الإدارة الأمريكية على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف، ويطلبون تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة. وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي. قال عضو البرلمان الهولندي ستيفن فان بارلي إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة، وما تقوم به في قطاع غزة من عدوان وحشي لا يمكن توصيفه بأنه دفاع عن النفس. وأكد عضو البرلمان الهولندي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية لا تزال تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في قطاع غزة. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات ضد 3 صواريخ مضادة للسفن لقوات الحوثي كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية رصدت صواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أنها خلصت إلى تمثيلها تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، معتبرة أن قيامها بقصف هذه الصواريخ وتدميرها جاء دفاعا عن النفس. أفادت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية بأن روسيا تحتفظ بسفينتين تقومان بمهمة قتالية في البحر الأسود، تحمل واحدة منهما على الأقل صواريخ كروز من طراز كاليبر. وذكرت القيادة الأوكرانية أن تلك السفينة تحمل على متنها 8 صواريخ من طراز كاليبر، مشيرة أيضا إلى أن روسيا لديها أيضا سفينة أخرى في بحر أزوف. ورياضيا، خاض المنتخب الوطني تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب كاب فيردي مساء الاثنين المقبل في الجولة 3 للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024. أدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة غانا أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 تدريبات استشفائية، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم بعض الجمل الفنية.
هذا وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر بإصابته بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن المباريتين المقبلتين للمنتخب أمام كاب فيردي ثم مباراة دور 16 في حالة التأهل. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.